أهلا بكم من الدوحة، معكم أحمد صبحي في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحكيم. في هذه الحلقة، أكبر دراسة عن تأثير كوفيد على الصحة العقلية، وشلل الأطفال يعود إلى دولة أفريقية، والنوم الكافي يساعد على الحمية. نتابع التفاصيل بعد العناوين. بريطانيا تتجه للتعايش مع كورونا بالسماح للمصابين باستخدام المواصلات والتسوق بحرية، فهل يتفق الخبراء على القرار؟ بيل جيتس يدعو العالم إلى الاستنفار لوباء قادم، فلماذا أعادته هذه التصريحات إلى واجهة نظرية المؤامرة؟ دراسة حول تحصين حديث الولادة لأمهات ملقحات ضد فيروس كورونا، فما هي النتائج؟ بحث ألماني يحصي فوائد جديدة للجزر، تعرف عليها. التطبيع مع كورونا قرار مرتقب كشفت عنه بريطانيا أثر انتقادات من بعض الخبراء قبل تطبيقه، إذ سيكون بإمكان الجميع في هذا البلد التعايش مع الفيروس من دون قيود، حتى المصابين منهم سيسمح لهم باستخدام وسائل النقل والتسوق بحرية والعمل من المكاتب. القرار الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم إلغاء إلزامية عزل المصاب واستبدال ذلك بإرشادات طوعية للمرضى، وهي خطوة عارضها مستشارون صحيون واعتبروها محفوفة بالمخاطر. البيان الحكومي قالها هكذا: كوفيد لن يختفي فجأة، وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في حماية أنفسنا من دون فرض قيود على حرياتنا. وفي سياق مواجهة متحور أوميكرون، أعلنت شركة موديرنا تطلعها لطرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون بحلول أغسطس. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة بصدد تجميع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي. من جانبه، رأى مطور لقاح فايزر بايونتك أوغور شاهين أنه يتحتم على العالم التعايش مع فيروس كورونا خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن العالم بات مستعدا بشكل أفضل لمواجهته. وإلى مستجدات سوق الأدوية المضادة للكورونا، فقد عاد الحديث مرة أخرى عن عقار إيفرميكتين المضاد للفيروسات، ولكن هذه المرة شكك باحثون ماليزيون في فعاليته. وفي دراسة متوسطة شملت قرابة 500 مريض نشرتها مجلة جاما العلمية، وجد الباحثون أن إيفرميكتين لم يمنع إصابتهم الشديدة، بل دخلت بعض الحالات العناية المركزة واحتاجت الأكسجين، كما لم يمنع الوفاة لدى حالات أخرى وفق مجلة جاما المتخصصة. وفي معرض التفاعل مع الدراسة، رفض باحثون من جامعة أكسفورد اعتماد الدراسة قبل التحقيق والقيام بدراسات أوسع تشمل أعدادا أكبر، فيما لم تنصح منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا العقار إلا في إطار التجارب السريرية حتى الآن. وعلى عكس عقار إيفرميكتين، هذا عقار آخر من شركة ميرك
عقار مونوبيرافير والذي ينتعش اسمه مجددا في علاج كوفيد 19 بعد دراسة هندية خلصت إلى أن مونوبيرافير فاعل ضد أعراض كوفيد 19 بنسبة 65%. ووجد الباحثون في الدراسة التي شملت أكثر من 1200 مشارك أن المرضى الذين تناولوا مونوبيرافير أظهروا تحسنا سريريا ملحوظا في غضون 5 أيام، وقلل العقار من الأعراض الشديدة. وحتى الآن لم يحصل هذا العقار على توصية بالاستخدام خارج إطار التجارب السريرية من منظمة الصحة العالمية ولا وكالة الدواء الأوروبية. تحصين الحامل ضد فيروس كورونا قد يؤدي إلى تحصين طفلها حديث الولادة على حد سواء. سبق مبشر كشفته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC في دراسة شملت ما يقرب من 400 طفل من حديث الولادة. وقالت الدراسة إن الأطفال المولودين لأمهات تلقين جرعتين من لقاح موديرنا أو فايزر أثناء الحمل تراجع خطر الاستشفاء من كوفيد لديهم في 6 أشهر الأولى بنسبة 60%. أما بالنسبة للأطفال الذين تلقت أمهاتهم التطعيم في وقت لاحق من الحمل فإن الحماية لديهم سجلت مستويات أعلى. وفسر القائمون على الدراسة ذلك باحتمال انتقال الأجسام المضادة في دم الحبل السري من الأم إلى الطفل وهو قيد النمو. كورونا تستهدف المخ وتخلف اضطرابات نفسية لم يسلم منها المتعافون من أعراض خفيفة. هذه نتائج دراسة موسعة أجريت على 150 ألف من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، وأشارت بوضوح إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية لدى المتعافين من الفيروس. وتابعت الدراسة التغييرات السلوكية لآلاف المتعافين ورصدت حالات من القلق والاكتئاب بأكثر من 35% فضلاً عن 38% لحالات التوتر و 41% لاضطرابات النوم وزيادة خطر التدهور الإدراكي ب 80%. القائم على هذه الدراسة الموسعة دكتور زايد العلي الأمريكي من أصل لبناني أخصائي الأوبئة بجامعة واشنطن ورئيس قسم البحث والتطوير لنظام الرعاية الصحية في فيرجينيا سانت لويس أكد أن هذه الدراسة تعد الأكثر شمولاً بالنظر لعدد المشاركين والنتائج التي خرجت بها. نواصل معكم وبعد الفاصل. بيل غيتس يدعو العالم إلى الاستنفار لوباء قادم، فلماذا أعادته هذه التصريحات إلى واجهة نظرية المؤامرة؟